بالك يعني ايه كلمة كتير وكتير كلمة كتير وكتير في البلد بعيد عن المصطلحات الكبيرية اللي احنا كلمة كتير وكتير بتاعتي ان الفرش يفضل البيت يكون انسايد البلاطش بس لو اتجرح البلاط يتجرح عشان يقع كلمة كتير وكتير بتاعتي ان البلاط يكون ليكويد فورم انسايد ما يتجلطش طول ما هو ماشي جوه البلاد بيزنس بس لو البلاد بيزنس اتجرح يبدا يحصل بلاد كولوجي عشان النتيج يقف ده معنى كلمه في مشكله طب لو البلاد بيزنس اتجرح ايه اللي بيحصل عشان النتيج يقف وكله يضحى قوي اول فاكرين الفيزيولوجي فاكرين ايه اول حاجه بتحصل لو انا اتجرح عندي بلاد بيزنس اول حاجه يحصل بليتلت اجريجيشن دي اول ستيب ده اول ستيب عشان اوقف شديد لو عندي مرض الجرح اول حاجه بليت اجريجيشن بعد البليت اجريجيشن يحصل ستيميوليشن اوف كواجيوليشن فاكتور عشان تبدا بروسس الكواجيوليشن ده اول حاجه بليت اجريجيشن ثاني حاجه ستيميوليشن اوف كواجيوليشن فاكتور واخر حاجه بتحصل في الكواجيوليشن حاجه بنسميها السبايك برينت فورميشن اخر حاجه تحصل في الكواجريشن الكلام اللي بقوله لكم ده زي ما قلت لكم محدش هيسالكم بيه بس هيفهم لي او هيوضح لي حاجات كمان شويه يبقى اول حاجه في كلمه دي مستيز بتاعتي من طلاب تمرين ليكويد فورم انسايد البلاد اللي احنا بنجيب مصيبه لو ما بقاش ليكويد فورم لا انا عايزه يتمرين ليكويد فورم طول ما هو ماشي جوه البلاد بيزل بس لو البلاد بيزل اتجرح يبدا يحصل بلاد كواجريشن المفروض تحصل حاجه عشان توقف النزيف بمعنى كلمه ديموستيز انا لو اتجرحت ايه اللي هيحصل عشان النزيف يقف ثلاث خطوات اول حاجه بليت اجريجيشن ثاني حاجه ستيميوليشن اوف كو اجريجيشن والستيميوليشن اوف فورميشن او البروسيس بتاعت الفورميشن بتنتهي بالفايبرين فورميشن عندي خمس عائلات من الدراج خمسة شملت من الدراج بيشتغلوا على الهيم وستيزس هفصلهم على الثلاثة ستيبس دول. الستيب الأولانية اللي هي البليت اجريجيشن هتشتغل عليها جروب من الدراج بنسميها أنتي بليت. يعني إيه أنتي بليت؟ يعني حاجات هتمنع البليت اجريجيشن. فدي أول فاميلي عندنا خمسة شملت من الدراج يتحطوا تحت العنوان الكبير اللي هو دراج افكتنج تيمو ستيب عندنا ثلاثة ستيب أول ستيب هتاخد فاميلي اللي هي الأنتي بليتس ثاني ستيب اللي هي الستيميوليشن أوف كو أجوليشن هيشتغل عليها اثنين فاميليز من الدراج والاثنين عكس بعض لما اثنين فاميليز من الدراج والاثنين عكس بعض يشتغلوا على كو أجوليشن هيبقوا مين الفاميليز دول؟ هيبقى عبارة عن أنتي كو أجولانتس و كو أجولانتس أنتي كو أجولانتس يعني حاجات تمنع الكو أجوليشن وكو اجلنت يعني حاجات تزود الكو اجلشن وصلنا لحد دلوقتي لكام فاميلي؟ لثلاثة فاميلي، أول ستيب كان الفاميلي، ثاني ستيب كان الاثنين فاميلي عكس بعض، وثالث ستيب زي ثاني ستيب هتاخد برضه اثنين فاميلي والاثنين عكس بعض، آخر ستيب اللي هي الفايبر انفورميشن هيشتغل على النقطة دي اثنين فاميلي من الدراجز والاثنين عكس بعض، اللي هم غالبا اللي قاعدين نصحى نفكر نصحى نفكر حاجات هتشتغل على الفايبر والاثنين عكس بعض هيبقوا فايت كرينوليتك وانتي فايت كرينوليتك من اسمها بص اسمها ايه؟ فايت كرينوليتك الفايت كرينوليتك دي حاجات هتكسر الفايبرز وانتي فايت كرينوليتك حاجات هتحافظ على الفايبرز انا عندي دراج افكتنج الهيمو سيزس مش مهم الخطوات دي قوي لكن مهم ان انا اعرف الخمسه جروبز دول ايه هم الخمسه جروبز اوف دراج اللي يتحطوا تحت عنوان دراج افكتنج الهيمو سيزس انا سمعت اول نقطه كانت ايه؟ البليت اجريجيشن بيشتغل عليها فاميلي اللي هي الانتي بيزنس. ثاني نقطه اللي هو الكواجريشن بيشتغل عليها اثنين فاميلي عكس بعض انتي كواجرانس و كواجرانس. ثالث نقطه الفايبر انفورميشن بيشتغل عليهم اثنين فاميلي في الدراج عكس بعض اللي هم الفايبر هيمونيتكس و الانتي فايبر هيمونيتكس. لو جبت الخمسه فاميلي بتوع الدراج دول وجبت اثنين عيانين اللي انا هشتغل بيهم هشتغل الادويه دي عليهم عيان عنده جلطة وعيان عنده سيولة في الدم الحصة دي والحصة اللي جاية هيبقى كل شغلي مع الاثنين عيانين دول الناس اللي عندهم جلطات والناس اللي عندهم سيولة في الدم ووقفت عيان الجلطة على الشمال ووقفت عيانين سيولة الدم على اليمين نقول ان الادوية دي قولوا لي هتسبوا مين من الادوية دي اللي عندهم جلطات
وهتبقوا مين من الأجيال دي اللي عندهم سيولة في الدوشة. الناس اللي عندهم جلطات هتديهم الأنتي كتر. الناس اللي عندهم جلطات هتديهم أنتي كورو أجر. الناس اللي عندهم جلطات هتديهم فايبرينو ليك. هديهم فايبرينو ليك كتير لأن اللي عندهم جلطات عندهم فايبرين كتير وأنا عايز أكسر الفايبرين اللي عندهم. طب اللي عندهم سيولة في الدم هتديهم إيه؟ لو عندهم سيولة في الدم ده كواجوليشن عندهم تعبان هديهم حاجة زي الكو أجر حاجة تزود الكواجوليشن هديهم أنتي فايبرينو ليك حاجات تفرز الفايبر. في عيان اللي قدامكم بالنسبة لنا في الفارما مهم قوي 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 وفي عيان هيبقى احنا لا تقعدين ولا تعبطنا واحد. عيان اللي عنده جلطه بالنسبه لكم هام جدا 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 زي الكلمه عليه هام جدا. الثلاثه جروب من الادويه دول مهمين قوي اللي هم الانتي بليتلت والانتي كو اجلانت والفايبرين وليبتس. الثلاثه هناخدهم من ديتيل. العيانين التانيين اللي عندهم سيوله في الدم الادويه اللي تحتهم هناخدهم احنا لدقعانين ولا ضعفوط بواقع اللي هم الكو ادرنسس والانتي فايبرين وليتك. انا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش في صلب الموضوع. قبل ما ابدا باول فاميلي من الدراجز اللي هنكتب عليها برضه هام جدا 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 اللي هي الانتي كو ادرنس اللي هنبدا الكالتشر جروب دي هنبدا بالانتي كو ادرنس. بس قبل ما اخش في الانتي كو ادرنس تعالوا برضه نفتكر شويه كلام فيسيولوجي مهم قوي. فاكرين حاجه اسمها كانت رخمه قوي في الفيسيولوجي اسمها كواجوليشن كاسكيد فاكرينه؟ كانت كاسكيد بروسيس كده وحاجه معقربه كده في الفيسيولوجي اسمها كواجوليشن كاسكيد. عايز بس نفتكر اخر اثنين ست اصل هينفعوني قوي في الكلام بتاع الفارما في الانتي كو ادرنس. كانوا ايه اخر اثنين ست؟ قال لك اخر ست كواجوليشن كانت عباره عن ايه؟ وصلت الاستقرار من الفيسيولوجي بقى قدام كويس. اخر ستيب في الكوربريشن هي الفايبر انفورميشن. هنعرف الستيب اللي قبلها خلاص يبقى هنعرف اخر اثنين ستيب في الكوربريشن كتير. اخر اثنين ستيب كله يصحى قوي عباره عن شاب. عندي البروت ترومبين. مين البروت ترومبين ده يا دكتور؟ ده كلوتنج فاكتور 2. ده كلمه بروت ترومبين تعني كوربريشن او كلوتنج فاكتور رقم 2. لما يشتغل عليه فاكتور 10 اكتف فالبروترومبين اللي هو فاكتور 2 يشتغل عليه فاكتور 10 اكتف يطلع لي الترومبين. مين الترومبين؟ الترومبين ده فاكتور 2 بس اكتف اكتف فاكتور 2. خدوا بالكم اكتف فاكتور 10 عمل ايه فاكتور 2؟ عمل له اكتيفيشن. الحته دي هحتاجها كتير قوي. اكتف فاكتور 10 عمل ايه في البروترومبين؟ حول له الترومبين. يعني ايه حول لي البروترومبين للترومبين؟ يعني حول لي فاكتور 2 من الاكتف ليد اكتف. يعني طول ما انا ماشي في الحصه دي والحصه اللي بعدها كل ما اقول كلمه ترومبين تنط في دماغه ان الترومبين ده بدل له ايه؟ اكتف فاكتور. الترومبين هقولها بالهبل. كلمه ترومبين تعني اكتف فاكتور 2 جه منين؟ جه منين اكتف فاكتور 2 ده؟ جاي من فاكتور 2 اللي هو اسمه بروترومبين. الترومبين اللي هو اكتف فاكتور 2، اكتف فاكتور 2 ده يعمل لي اخر خطوه. اخر خطوه اللي هي عباره عن ايه؟ ان انا اشتغل على الفايبرينوجين احوله لحاجه اسمها الفايبرين. وشكرا والسلام عليكم. وعايزين نعرف خصوصين برضه في الكوربريشن ان البروترومبين اللي هو فاكتور 2 يشتغل عليه اكتف فاكتور 10 احوله للترومبين. ما هو الترومبين؟ اكتف فاكتور 2. ما هو الترومبين؟ هو اكتف فاكتور 2. اكتف فاكتور 2 اللي هو الترومبين يشتغل على الفايبرينوجين يحوله للفايبر. برضه حته فيسيولوجي بس مهمه قوي هتفسر لي كلام كتير. فاكتور 10 ده مهم فور بوث اكسترنسك اند انترنسك باثويز اوف كواجوليشن. فاكرين يعني ايه اكسترنسك اند انترنسك باثويز اوف كواجوليشن؟ يعني تجلط الدم جوه الجسم وبره الجسم. يعني اللي كمان شويه هيمنع فاكتور 10 ده هتبقى ايه الكلينيكال يوزز بتاعته؟ هتبقى الكلينيكال يوزز بتاعته انه بيمنع الكواجوليشن بره وجوه. هتبقى دي كلمة دي اللي هتبقى تفكركم بالكلينيكال يوزز. يبقى نعرف من دلوقتي ان فاكتور 10 ده مهم فور بوست اكسترنسك اند انترنسك باثويز اوف كواجوليشن. طيب يبقى اول حاجه من الحاجات الفيسيولوجي اللي احنا هنعرفها اثنين ستيبس من الكوربريشن كاسكيد ونعرف ان فاكتور 10 هم الاكسترنسك والانترنسك باثويز. تاني نقطه برضه نفتكرها في الفيسيولوجي وبرضه هتنفعني قوي كمان شويه ان في جسمنا حاجات بنسميها اندوجينس
انتي كوجلانت. يعني ايه اندوجينوس انتي كوجلانت؟ يعني انتي كوجلانت ربنا خلقها طبيعي ماشيه في السيركيوليشن بتاعها عشان تحافظ على البلاط بتاعنا ليكويد جوه البلاط بيزل. الاندوجينوس انتي كوجلانت عباره عن اثنين، فيهم واحد هام جدا 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 والثاني سنين. مين الهام جدا جدا الاندوجينوس انتي كوجلانت؟ واحد اسمه انتيثرومبين 3. الانتيثرومبين 3 ده اشهر واقوى اندوجينوس انتي كوجلانت. السنين اللي معاه اسمه هيبرين كوفاكتور 2. هيبرين كوفاكتور 2. يبقى الاندوجينوس انتي كوجلانت فيهم واحد جامد وقوي ومشهور اللي هو الانتيثرومبين 3. وفيهم واحد تنين اللي هو الهيبرين كوفاكتور 2. تعالوا نخش في الفورمة بتاعتنا ومن اول الصف عم الهيبرين. عم الهيبرين ده تبع مين؟ تبع العين دهين الانتي كوأجلانت. يبقى يا ريت كلمة هيبرين انا هتبقى هيبرين من الاول تبقى انتي كوأجلانت تحتها على طول هيبرين. كده بدأنا في عيلة من العائلات اللي بتعالج انهي عيال؟ اللي عنده جلطه. بدانا في عيله من العائلات المهمه اللي هي عائله الانتي كوجلانت. تعالوا نبدا بعمل الهيبرين. اول حاجه في الهيبرين فارماكولوجيكال اكشن اند ميكانيزم اوف اكشن. اول حاجه فارماكولوجيكال اكشن اند ميكانيزم اوف اكشن. هو انت هتقولهم الاثنين طالعه واحده؟ من الحاجات الرير قوي اللي الفارماكولوجيكال اكشن والميكانيزم اوف اكشن بيتقالوا طالعه واحده. على فكره ده حتى في الكتاب هتلاقوها هنا كده. هتلاقوا الفارماكولوجيكال اكشن والميكانيزم اوف اكشن طالعه واحده. اصل الهيبرين له ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن. وكل فارماكولوجيكال اكشن منهم بميكانيزم. يعني الهيبرين له ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن وله ثلاثه ميكانيزم. كان الهيبرين لو سالني عن الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته اجابتي غصب عني هيبقى فيها الميكانيزم. ولو سالني عن الميكانيزم بتاعه اجابتي غصب عني هيبقى فيها الفارماكولوجيكال اكشن. ولو بالعربي ست كتير كان في الهيبرين ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن بثلاثه ديفرنت ميكانيزم. ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن بثلاثه ديفرنت ميكانيزم. حد يعرف يقول لي ايه اهم فارماكولوجيكال اكشن للهيبرين؟ ايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الهيبرين؟ اللي لازم يتكتب رقم واحد، لازم ما ينفعش في حاجات كده ما ينفعش افتكرها في الاخر واحطها في الاخر، الراجل يقول عليا بهبل. لازم تتكتب رقم واحد اللي هو عمره ما بيتنسى اللي هو انتي كوايرل. ده اول فارماكولوجيكال اكشن. يبقى اول فارماكولوجيكال ده هيبقى له ميكانيزم لوحده. لأول فارماكولوجيكال اكشن اللي ما بيتنسيش يتكتب رقم واحد انتي كو اجلانت. وكلمة كو اجلانت اللي بادئة بحرف السي هتفكرني بيها ايه؟ تفكرني بالاثنين اللي بعده اللي هما برضه بادئين بالكيان اللي هو كليرنج. يعني بينظف ايه؟ هقولكم كمان شوية. كليرنج يبقى كو اجلانت انتي كو اجلانت وكليرنج وكولاترال سيركيوليشن. يبقى الفارماكولوجيكال اكشن الثلاثه بتوع الهيبرين عباره عن كو اجلانت يعني انتي كو اجلانت وكليرنج وكولاترال سيركيوليشن. ايه كليرنج دي؟ ما تعديهاش كده قولها لنا برضه نفس الفكره. يعني ايه بينظف؟ بينظف البلاد. بينظف البلاد من ايه؟ بينظف البلاد من الليفر. لو حاجه بنسميها لايسيميا كليرنج افكت بيشيل الليفر من البلاد. ده معنى كده كفكره عن كلمه كليرنج. طب وكلمة كولاترال سيركيوليشن؟ هتستخدمي كمان شوية هقول لكم إنه بيعمل برضه دايلاتيشن فيزود الكولاترال سيركيوليشن. وهي حاجة مهمة في عيان عنده ثرومبوز إن أنا أوسع له الكولاترال سيركيوليشن. مهمة لأن أنا بايباس الأوبستراكشن. لو في حتة فيها ده أنا كده بضحك على الثرومبوس. أنا ممكن معلش الثرومبوس لو ماليش افكت كأنتي كوأجلانت على الثرومبوس أضحك عليها وأعمل كباري أعدي من خلالها اللي هي هتبقى الكولاترال سيركيوليشن. الهيبرين ثلاثة فارماكولوجيكال اكشن. الكلام ده ما ينفعش يتنسي، ما ينفعش يتنسي. الهيبرين ثلاثة فارماكولوجيكال اهم المواضيع اللي في الفارما اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. ثلاثة فارماكولوجيكال اكشن بثلاثة ديفرنت ميكانيزم. يعني لو جه في الامتحان مثلا تشابه في ناس مع اعراض يروح عامل لكم زي ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف الهيبرين؟
في ناس ستو طيبة على فكرة بتروح منزبعة بطريقة الرابعة بس هذا تلاقي تقول لك ما كانوا ماشيين ولا بارين يا سلام وروح عامله ازاي ده بيشتغل على الكابتن الفلاني ومش عارف ايه يقول له يا ابني انت كده قلت لي ميكانيزم بقى كنت لو انا شكوي واحد قال لي ايه الميكانيزم انا ما حسيتش يا سلام ده اللي اعرفه انا بس اقول له يا دكتور ميكانيزم الاكشن بتاع انهي فارماكولوجيكال اكشن كان البارين له ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن بثلاثه ديفرنت ميكانيزم او لو انا عايز افترض الراجل راح اعمل له ازاي الميكانيزم ايه انتي كوابلنت هيبقى التاني لكن ما ينفعش تقول لي الميكانيزم اروح حاطط له كلام ده ميكانيزم بتاع ايه ما حدش ينسى ان في ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن اللي بارين بثلاثه ديفرنت ميكانيزم ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن ثلاث جهات لو انتي كوابلنت كليرنج من البلد ليمت باي فيميا كليرنج ديفكت والناتشرال سيركوليشن تعالوا نبدا بهاب واحد اللي هو الانتي كوابلنت ايه الميكانيزم اوف انتي كوابلنت افكت بتاع الليبرين اول كلمه تتقال في الميكانيزم بتاع الليبرين الانتي كوابلنت ان هو انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت هقول البق ده كام ده اول بق انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت حد فاهم يقول انا بقول ايه يعني ايه انتي ترومبين 3 حتى من اللي ورا يعني ايه انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت مش انا لسه قايل من شويه في حاجه اسمها اندوجينوس انتي كوابلنت وفيهم واحد جامد ومشهور وقوي اللي هو الانتي ترومبين 3 او الايبرين انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت طب يعني ايه ديبندنت يعني معتمد عليه معتمد على وجوده ده معنى الكلمه دي قبل ما اخش في التفاصيل ان الليبرين لو دخل الجسم ما لقاش انتروبين 3 هيبقى طفل فيه هيبقى ملوش اي لازمه ده انتروبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت طيب انتروبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت يعني هنكمل الميكانيزم ازاي؟ هنكمل الميكانيزم ونقول ان الليبرين يروح داخل جوه السيركيوليشن يلاقي الانتروبين 3 يروح ماسك فيه يمسك فيه يعمل كومبلكس، الكومبلكس ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه هيبارين انتي ترومبين 3 كومبلكس، الهيبارين انتي ترومبين 3 كومبلكس هيشتغل على الكواجيوليشن فاكتور، هيقعد يمنع في كواجيوليشن فاكتور، وهو انا لما اقعد امنع في كواجيوليشن فاكتور مش يبقى بشتغل انتي كواجيوليشن يبقى اقول الميكانيزم تاني الراجل او البق يتقال ان هو انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كوابلنت هيعمل كومبلكس مع الانتي ترومبين 3 هسميه هيبارين انتي ترومبين 3 كومبلكس الهيبارين انتي ترومبين 3 كومبلكس كملخص كده او الستيل بتاعها هيقعد يمنع في كوادوليشن فاكتور طب بيمنع كوادوليشن فاكتور لمين يا دكتور اول نقطه تتقال او الكوادوليشن فاكتور يتقال اللي هو عم الترومبين قال مين الترومبين بقى اللي هو اكتف فاكتور 2 أول حاجة أقولها بعد ما أقول له الحتة إن هو ديبندنت على الأنتروبريزنس وكندوجنس أنتي كوابلنت هيبارين كوفاكتور 2 والأنتروبين 3 الفيتروبيزنس كومبلكس والأنتروبين 3 كوم هيبارين أنتروبين 3 كومبلكس وش اللي هي الكوادريشن فاكتور ده راح حاطط له نقط زي اللي في الكتاب ده بيمنع مين في الكوادريشن فاكتور أو النقطة أكتبها في الكوادريشن فاكتورز اللي بتتبني على الكومبلكس ده اللي هو عم الترومبين سايلنس مصحى قوي يعني الهيبارين ترومبين انهيبيتور مش كده؟ كده الهيبارين ترومبين انهيبيتور دايت ولا اندايت؟ المفروض المفروض ادام فتحت الكلام انه ديبندنت على حاجه ثانيه يبقى عارفين دايركت يعني ايه؟ يعني لو الانتي ترومبين دي مش موجوده هيشتغل لو هو دايركت وجدع قوي زي ما انتوا بتقولوا لو الانتي ترومبين دي مش موجود هيشتغل معنى كلمة دايركت انه بيروح داخل على الترومبين ده معنى كلمة دايركت هيروح داخل على الترومبين معه انما ده هو الاول بيلف لفة لفة ازاي؟ بيروح الاول يمسك في الانتي ترومبين 3 والكومبلكس ده هو اللي يروح يمنع الترومبين يعني سايلنس ومصحى قوي يعني اللي بقيت ان دايركت ترومبين انهبيتور ان دايركت ترومبين انهبيتور اصل انتوا مش واخدين بالكم من حاجه ده انا قلت لكم انتي كواجلنت الدراج بتاعتي كواجلنت ورحت داخل فيها وش هيبارين هو انا عملت كلاسيفيكيشن للانتي كواجلنت ما عملتش كده مع انه كلاسيفيكيشن مهم جدا بس لو قلته في الاول مش هتفهموه لو احنا مش ده بعد الكشف اخر الحصه اللي جايه هقول الكلاسيفيكيشن بتاع الانتي مش هقول ده انا هخليكم انتوا اللي تقولوا الكلاسيفيكيشن بتاع الانتي كواجلنت انا دلوقتي قلت على الهيبارين
ديبندنت على الانتروم في 3 مش كده؟ ده نقطه هتنفعني في الكلاسيفيكيشن. لو قلتها في الاول مش هتفهموها. يبقى الهيبارين انتروم في 3 ديبندنت وانديركت ترومبين الهيبر. يبقى لحد دلوقتي واحنا ماشيين واحنا لسه اول واحد فيهم خالص اهو. الهيبارين بيشتغل ازاي؟ انتروم في 3 ديبندنت. اندايركت ترومبين الهيبر. البق ده يقدر زي ما انا حاطه شايفين اللي بيودع انتروم في 3 ديبندنت انتروم معناها انهم دايركت ترومبين الهيبر. البلوات ده يتحط جنب عنوان الهيبر. البلوات ده جنب عنوان الهيبر. ده نقطة عشان ساعات أكتر حتة فيها لف في الأسئلة في المنهج الحتة دي. ساعات يجي لكم في الامتحان الثاني تبقوا والله العظيم مذاكرين هيبرين كويس قوي. والناس لو جالها سؤال الهيبرين هتكتبه كويس قوي. يروح عامل لكم ازاي؟ جيبن أكاونت أون اندايركت ترومبين انهيبر. اندايركت ترومبين انهيبر. لو أنت مش فاهم مش هتيجي تتكلم معايا يبقى مذاكر هيبرين. لازم تبقى عارف إن الراجل ده من الناس اللي هي اندايركت ترومبين انهيبر. هيجيب لك السؤال يقول لك أنتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كويس. مين الانتي ترومبين 3؟ جايب انا كان في تبقى والله لو عارف ان ده جبارين اللي بيتحركوا في الورق بس انت مش عارف انت مش فاهم مش عارف ايه اللي الحاجات دي مهمه قوي في الجزء ده. يبقى البلوات ده يتحط جنب الجبارين فوق ده هينفعني بعد كده في الكلاسيفيكيشن انتوا بعتوا لي الكلاسيفيكيشن في اخر الحصه الجايه في الانتي كويس. يبقى الراجل ده مبدئيا واحنا لسه في الانتي كويس في الجلاس الراجل انتي ترومبين 3 ديبندنت وانزايرت ترومبين انيبل. مكملين في الميكانيزم اللي هو الانتي كو اجر. قلنا ان الراجل هيعمل كومبلكس مع الانتي ترومبين 3 واليابانيين انتي ترومبين 3 كومبلكس هيشتغل بقى للكلوتنج فاكتور يقعد يمنع في الكوربريشن فاكتور. واول نقطه قلناها اللي هو فاكتور 2 اللي هو عم الترومبين ويمنع فاكتور 10 اكتف. يمنع فاكتور 10 اكتف. ايه اللي ربط في دماغكم دلوقتي؟ والله المفروض لو تاخدوا بالكم انا اتكيت على الحته دي هنا. قلت لكم فاكتور 10 ده مهم من فاضل اكسترنسك اند انترنسك بس واي اوف فايبريشن. عارفين اللي نط في دماغنا ايه؟ السترابيتسكي. الحته دي انا هعينها كمان شويه للسترابيتسكي. ده هتبقى كلمه السر اللي هتفكرني في الامتحان في معظم السترابيتسكي بتاعت اليابانيين انه بيمنع الكوابريشن بره وجوه. هتفهم كمان شويه هفصلها ازاي ترابيزك يوزز بره وجوه دي. يبقى بيمنع فاكتور 10 ثاني نقطه اللي الكومبلكس اللي يمنعهم الكواجريشن فاكتور قلنا الترومبين اللي هو فاكتور 2 وفاكتور 10 واذر كلوتنج فاكتور. مين كان الاذر كلوتنج فاكتور اللي قبل 10 واللي بعد 10؟ مين اللي قبل 10؟ 9 واللي بعد 10 11 بالظبط. يبقى انا هحطهم كده ثلاث نقط. الثلاث نقط دول حد صح يقول لي انا كتبتهم بعد ايه؟ كتبتهم بعد الكومبلكس. كتبتهم بعد ما عرفته ان ديبندنت على الانتي ترومبين 3 ومسك فيه وعمل كومبلكس الثمانه رحت كاتبه الرصد. رحت قايل له بقى الترومبين ورحت فاتح كود وقلت له اندايركت ترومبين اللي انا معرفه ان انا فاهم. اندايركت ترومبين انيرتو. وفاكتور 10 اللي مهم للاكسترنسك واكتبها لي. اللي مهم للاكسترنسك والانترنسك بس وين؟ واذر كروسنج فاكتور اللي هم قبل 10 وبعد 10 9 و11 و12. ده الميكانيزم بتاع الليبرين. ده الميكانيزم بتاع الانتي كواجلانت افكتو. ده مش الميكانيزم بتاع ده لسه الليبرين له اثنين ميكانيزم. ان احنا عارفين ان الفارماكولوجي الليبرين له ثلاثه فارماكولوجيكال اكشن بثلاثه ديفرنت ميكانيزم. ده اول ميكانيزم الاول فارماكولوجيكال اكشن. ثاني ميكانيزم احنا قلنا الفارماكولوجيكال اكشن دي كو اجر اللي هو الانتي كوربس اللي بعدها كليرنج. يعني ايه كليرنج؟ بينظف. بينظف ايه؟ بينظف البلازما. بينظف البلازما من ايه؟ من الليفر. بينظف البلازما من ايه؟ بتسميها اللايبيميا كليرنج. لايبيميا كليرنج يعملها ازاي البرين عن طريق انه يزود انزايم يعني ستيميوليشن ستيميوليشن لللايبوبروتين لايبيد. الانزيم ده بيكسر الليفل اللي في البلاد. كسرت الليفل اللي في البلاد وديته على الميتابوليك بول سواء اكسكريتد سواء راح بقى ستورد وات ايفر. المهم ان انا شلته من البلاد. اللايبوبروتين لايبيد ده بيشيل الليفل من البلاد. الهيبارين بيشيل الليفل من البلاد ازاي؟ حضر انه يعمل ستيميوليشن لللايبوبروتين لايبيد. اخر فارماكولوجيكال اكشن حد يقوله لي. قلنا أول حاجة كو أجر يعني أنتي كو أجر. تاني حاجة كلير هي اللايبيميا دي. تالت حاجة كولاترال سيركوليشن. ده كده كلمة الميكانيزم بتاع الكولاترال ازاي هنديوس كولاترال سيركوليشن عن طريق
فاز فايليشن اكشن. يبقى انا عندي في الايبرين اول طلعه ليا فارماكولوجيكال ميكانيزم، ثلاثه فارماكولوجيكال بثلاثه ديفرنس ميكانيزم. ثاني حاجه الكلينيكال يوز اوف ايبرين. حد يقول لي كلمه السيرنا في الكلينيكال يوز اوف ايبرين هو قاعد في الامتحان هيفتكرها ازاي؟ فاضل الايبرين بيمنع الكواد العربي حتى كده. الايبرين بيمنع الكواجوليشن بره وجوه. يعني ايه بره وجوه؟ يعني بره الجسم وجوه الجسم. وبره الجسم هستخدمه في اقدر. حد يعرف حاجه بتمنع الكواجوليشن بره الجسم هستخدمها؟ هو احنا مش عارفين ناخد عينات عشان نعمل تحليل او اي حاجه. عينه البراد اللي انا باخدها دي لو حصل لها كواجوليشن ده لازم التيوب بيسموها ديترنايز. ادي اندكيشن لبره. طب اندكيشن ده هنكتبه ازاي يا دكتور؟ نقول بلس سامبل. بلس سامبل دي بره. يعني كلينيكال يوز يا ريت اللي بيكتبها روح عاملها اسئله كده بره وجوه سامبل كده. اللي بره اللي احنا هنعد فيه دلوقتي اول حاجه بلس سامبل. ثاني حاجه بلس ترانسفيوجن. كاس الدم دي لو ما فيهاش ايبرين هتتجوز. ثاني حاجه بلاد ترانسفيوجن. ثالث حاجة الغسيل الكلوي اللي هو الهيموداياليز. حد فيكم شاف حد قبل كده بيعمل هيموداياليز؟ الهيموداياليز ده عبارة عن ماشين مكنة كده بتبقى محطوطة وخراطيم في العيان. الدم بيطلع في الخراطيم بيعدي في الماشين. الماشين دي تعمل شغلانة الكلى. الماشين دي تقتل البلاد. وبعد ما البلاد يتقتل في الماشين دي يروح راجع في خراطيم ثانية للعيان تاني. فهمتوا ليه دلوقتي يعني ايه بس الدم بتاع يخرج في الخراطيم يعدي الماشين؟ الماشين دي ماشين قد كده اهو. الماشين اللي قد كده اهو ما بتعملش واحد على 10 من الاثنين كده سبحان الله واخر. الماشين دي يعدي البلاد والخراطيم بيروح للماشين المفروض ان هو بيتبدل جوه الماشين ويروح راجع في خراطيم ثانيه داخل العيان ثاني. تخيلوا لو الخراطيم والماشين والخراطيم ما فيهمش نيبرين الدم مش هيمشي مش هيكمل نص دقيقه وما يبدأش. يعني في الهيموداياليز المفروض القصه اللي هي القصه دي كلها بتبقى ايبرنايز. يبقى كلمه بره الايبرين كلينيكال يوزز بتاعته. افتكرها ازاي؟ يمنع الكوجريشن بره وجوه. بره ثلاث حاجات. بكتبهم في نقطه واحده زي هتبقى اخر نقطه. بلاد كامبلينج ورا واخد كوما يورنج بلاد ترانسفيوجن ورا واخد كوما يورنج هيموداياليز ورا. دي نقطه في ترانسفيوجن يوزز اللي هي حاجات في دماغي انا فاكرها في كلمه فرض. تعالوا جوه بقى. هو انا عشان اشتغل عندي كواجلانت جوه والنبي تصحوا عشان انا بتضايق قوي لما حد ينسى حته حاجه من الحاجات دي. عشان اشتغل عندي كواجلانت جوه يبقى هشتغل في السمك مثلا هشتغل عندي كواجلانت يعني على طلب على طلب مش شرط الوظيفه بس الهارت ما ينفعش يبقى هشتغل على طلب البلاط في جسم الناس. حاجه من اثنين يا بلاد بيزل يا هارت والبلاد بيزل يا اما ارتر يا اما فين. يعني جوه هفتكرها في دماغي يا اما همنع كواجوليشن في ارتر يا اما همنع كواجوليشن في فين يا اما همنع كواجوليشن في هارت. ده اللي بيفكرته في الامتحانات يا اما همنع كواجوليشن في ارتر يا اما همنع كواجوليشن في فين يا اما همنع كواجوليشن في هارت. ده بتاع جوه. العنوان اللي انا حاططها دي عشان نفتكر ان انا في الامتحان مش هكتب له ارتري واكتب حاجات وفين واكتب حاجات لا ده دي عشان انا افتكر. هو تعني كتابي ارتري وفين وهارت. تعالوا نبدا بالهارت. هو ممكن يحصل كواجيوليشن في الهارت ممكن يحصل ترومبوز في الهارت. معقوله دي ممكن تحصل؟ يعني مثلا في الاترال فايبريليشن فاكرين اللونج ستاندنج اترال فايبريليشن معقوله كان اللونج ستاندنج اترال فايبريليشن مفيش كونتراكشن في الاترال يحصل ستيبلز البلاد ويحصل في ترومبوز ادام موجوده يبقى هنحطها. فدي اول واحده في جوه الهارت اروح قايل له ابيض ترومبوز ديو تو اولد اور لونج ستاندنج اترال فايبريليشن. ده الحته بتاعت الارض ده ما يخص الارض احنا بنتكلم في جوه ارتري وفين وكارديا. كارديا هنقول اتريال ترومبوز بلود رومب ستاندنج اتريال فابريشن. فينا اشهر حاجه لو بنتكلم في فابريشن جوه فين هيبقى الدي في تي دي فينا ترومبوز. ارتري يعيش وعيش بقى. يعني ايه ارتري يعيش وعيش؟ ده هو حتى في الكتاب نظام عيش كتاب يقول لكم بريفرال ارتري ترومبوز بريفرال ارتري ترومبوز كوروناري ارتري ترومبوز
هرمونري ارتري ترومبوز بتاعت الليفت ارتري اللي يجي على الدماغ روح حاطينه بومات. يبقى انا دلوقتي الثيرابيوتيك يوزر بتاعت اليابانية هفتكرها اكتبها ازاي في الامتحان؟ بره وجوه. قال له هو ليه بره وجوه؟ عشان بيمنع فاكتور 10 وماله فاكتور 10؟ ده امبورتنت فور بولتي اكسبنس كان ديفرنس فور توي اوكس كوبريشن. بره وجوه، بره يبقى بلاس تامبلينج وبلاس ترانسفيوجن وريجيمو ثالث. جوه يبقى يا اما هارت يا اما ارتر يا اما فين؟ هارت اللي هو الاتريال فايبريليشن اللي عمل لي اتريال تروبوزس، فين هيبقى الديب فينال تروبوزس، ارت هيبقى اللي هو البريفرال ارتر تروبوزس، برمونال تروبوزس، بريفرال تروبوزس، وكروناري تروبوزس. هتلاقوا بعد الثيرابيوتيك يوزج في الكتاب هتلاقوا ان بي وان بي اللي نشوفها اللي هو عنده جزء اللي جزء اوبزرفر فيكم على واحد ده حاجه جميله جدا. دايما ان بي في الكتاب بتكون عادة الاشخاص الصريحه عادة ان بي الوحيده اللي في الكتاب بتكون عادي اللي الخط بتاعها اخر من الخط بتاع الخط ان بي اللي الهيبارين السير يورينج بريجنسي كاتبها فين؟ كاتبها في ان بي بعد الثيرابيوتيك. انا مش هكتبها لك الامتحان ان بي، لا انا هحطها هو اصل هو كان نفسه على فكره يحطها في الثيرابيوتيك. يحطها في الثيرابيوتيك هيقولها ازاي؟ هيقولها في الثيرابيوتيك تقفلوا بقى الثيرابيوتيك جزء. انت القاعده اللي هقولها دلوقتي دي تحطوها حلقه في دماغكم مش بس عشان الامتحان، عشان انتوا بعد كده والله هتبقوا دكاتره وهتكشفوا على عيانين وهتديهم مدرسه. انتي كواجولانت ثيرابي ديورنج البريجنس شغل بتبقى زي ما انا بقول لك ديورنج البريجنس تساوي واحده ست حامل هديها انتي كواجولانت هيشهد. اشمعنى؟ اصل الهيبارين ما بيعديش السلاحين تنتهي. اصل الهيبارين ما بيعملش تراكوجينيك افكت. اصل في الحصه الجايه هناخد في التخمه الاورال انتي كوادر واكيد هتبقى كونتر انديكيتد وهتبقى تراكوجينيك وهيبقى فيها البلاوي كلها. انما الهيبارين ما بيعديش. يبقى انتي كوادر انتسيرب دورنج بريجنس تساوي هيبارين. وهقول الحته زيها برضه متلقى كل عنها اهميه في الاندوكراين. انتوا ماشيين في المحاضره دلوقتي. هقولها مع الطيارين. اقول لكم الانتي بايوتيك ثيرابي ديورنج بريجننسي تساوي زي ما الاورال هنا والاورال هنا مكتوب عليهم في البريجننسي كده اللي تنزل. ففي واحده في البلازما ما بتنزلش واحده في الاندوكراين ما بتنزلش خط البريجننسي. انتي بايوتيك ثيرابي ديورنج بريجننسي تساوي فرين انتي اللي دي تحط بقى اللي هناك انتي بايوتيك ثيرابي ديورنج بريجننسي تساوي يعني انا هحطها في الاخر في الثيرابيوتيك نص نقطه لوحدها كده. اقول انتي كوابلنت ثيرابي البريجنسي او انتي كوابلنت ثيرابي دورين البريجنسي ده اخر ثيرابيوتيك دور نيجي بعد كده للادفيرز اوف كبارين حد والناس بقى حد بقى فارماكولوجي المايند كده يا مش فاهم قول لي ايه هي الادفيرز اوف كبارين سايلنس سايلنس رقم واحد هايبر دايما اي دواء الحاجات اللي مخليني والله يعني اي دواء رقم واحد في الادفيرز افكت بتاعته عباره عن هايبر سنسيتيف واي دواء رقم واحد في الكونتر انديكيشن بتاعته عباره عن هايبر سنسيتيف. الحاجات دي المفروض ما تروحش المركز ما ينفعش انتهي. يبقى اول حاجه في الادفيرز افكت عباره عن هايبر سنسيتيف. ثاني حاجه ثاني حاجه ما تبقاش دايما تاني حاجة دي بحطها في الآخر. تاني حاجة بقى حاجة زي البارين أهمك. لأن عملت وهديت تقويس فرص العيانين اللي أنتوا سبتوهم البارين. لأنتوا خايفين تحت النظر اللي يخش البريجنج أو اللي يخش كبر. ده إحنا هيبقى لنا قصة كمان شوية إزاي عيني هتبقى بوست راضي على العيان بتاعي اللي واخد دلوقتي. خلونا نبدا نبدا نفكر دلوقتي رقم واحد هايبر سنسيتيفيتي رقم اثنين هيبر مش ما قلتهاش بالانجليزي اصل انا ليه يا مزاج ادام الهيبرين ده يبقى حرف اتش همشيها اتش هيبقى عباره عن 4 اتش وواحده دي وعلى فكره بالصدفه كده بالصدفه هيبقى ال 4 اتش مع اختلاف الاتشات التاني. طب تمام ال 4 اتش والواحده دي بتوع الهيبرين قلنا اول واحده هايبر طب ككومنت على هايبر سنسيتيفيتي وانا دلوقتي في الامتحان دلوقتي هايبر سنسيتيفيتي ممكن لحد كام؟ اعضاء وشين راش وارتكاليا وعصوبه ريفلكتيف شوف ثاني حاجه الهيبر حد يحط لي نقطتين واكمل اول حاجه بيج بنت الهيبر انت كل ما هتبقى الجزء بتاعتك زايده كل ما هيبقى الكريجنج ديبندنت او الهيبر مش هتبقى زايد. ثاني حاجة هتبقى مانيفستد از ايه؟ هيشوف الهيمرج على العيان ازاي؟ هيشوفوا الهيمرج يا دكتور اديني حالة وحالتين اكتب
عايز يوصف الحالة او حالتين لحالات غير نتيجة للبريد اكتب له مثلا هيماتوريا ان الراجل يجيله هيماتوريا يبقى عرفنا ان الهيبة الانتفاعي بدأ ينالي من الدنيا وبدأ يعمل هذا او المينينا اللي كنت راح يطلع عندكم في الكتاب وسط دراسة اربعة بوزيشن زي كده كاتب لكم الهيماتوريا اللي هو فلاتيز والمينينا اللي هو فلاتيز الهيمريتش ككومنت على الدرس افكت اللي هو الهيمريتش هقول له ما نجيبش سؤال هيماتوريا او مينينا ثاني حاجه النقطه الثانيه الادرس افكت ده دول ديبندنت كل ما تزيد الدوز كل ما تزيد الهيمريتش هي الادرس افكت بتاعه الهيمريتش عباره عن ايه؟ 4 اتش و1 دي قلنا في الاتش لحد دلوقتي هم العايزه سنسيتيفيتي والهيمريتش ثالث واحده او ثالث شايه الهيماتوما فايبر سنسيتيفيتي وهيمريتش وهيماتوما يعني ايه هيماتوما يعني الكليا البلاد جوه الجسم ميتابوليزم كولكشن اوف بلاد جوه الجسم فتسميها هيماتوما تحصل امتى الهيماتوما دي تحصل مع الانترا ماسكولار انجكشن اوف هيبارين لو حقنت الهيبارين انترا ماسكولار هيحصل هيماتوما هيحصل هيماتوما في هيحصل هيماتوما عند السايت اوف انجكشن في الحته اللي انا جرحتها بالابره دي هيقعد البلاد ينزل من الحته اللي انا جرحتها بالابره من عملت هيبارين ده انا عملت حاجه بتمنع الكوابيس تروح عامل كوركيع البلاد في المصر بسميها هيماتوما عشان كده كان قبل كده في الكتاب على فكره كلاسيفيكيشن واتلغى السنه مش محطوط في الكتاب السنه كان كلاسيفيكيشن قبل كده للانتي كوجولانت اكوردنج تو رولز اوف ادمنستريشن كنا بنقسمهم عشان كده نقول اورال انتي كوجولانت اللي هيتاخدوا الفتره الجايه واللي هيبقى لاخواته وتوابعه اللي هيجي كمان شويه اللي هيطلع عليهم كمان شويه اللي عليهم بارنترال انتي كوجولانت كان كلاسيفيكيشن اكوردنج تو رولز ادام في اورال انتي كوجولانت يبقى ده البارنترال انتي كوجولانت بارنترال بص هو نيفر انترال اصل كلمة بارنترال ممكن الشيطان يضحك عليك وبقى هو بارنترال الدي عامل انجكشن وخلاص لا الهيبارين بارنترال نيفر انترال ما تديهوش عقل ليه ما تديهوش انترال عشان هيعمل لي مدوم امال بارنترال هنا يعني ايه؟ بارنترال هنا تساوي انترافينس او سفرس يبقى الراجل يعمل هيماتوما كتكومنت على الادفيرس افكت اللي هو الهيماتوما هيماتوما والانترا ماسكولار انجكشن هيماتوما والانترا ماسكولار انجكشن يحصل الهيماتوما لما اكون مدي الدواء للبريد انترا ماسكولار اقول له ان الهيبارين جاب البارنتري لو تحكوش يا اما انترا فينس يا اما سابكوتينس بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الاسباب الافكتس بتاعه الهيبارين اللي هي عباره عن اربع اتشات واحده دي الاتشات اللي احنا خدناها عباره عن هايبر سنسيتيفيتي والهيمريتش والهيماتوما واخر الشاي عباره عن الهير لوس انا كاتبها الهير لوس عشان اليقها مع الشاي مكتوب عندكم في الكتاب ريفيرسبل الوبيشيا يعني ايه الوبيشيا؟ تعمل طب ماشي انا كاتبها هير لوس يا ريت لو كتبتها هير لوس ولا اند جول بس يا ريت نكتبها زي الكتاب نفتكر بيها الريفيرسبل الوبيشيا في هير لوس معلش هشبك معاها حاجه لا هي اتش ولا هي دي هير لوس لوس دي هتفكرني بحاجه اسمها كالسيوم لوس في حاجه ثانيه بتتكبر من العيال غير الهير بتاعه الكالسيوم بتاعه مكتوبه في الكتاب اوستيوبروس يبقى انا عندي اربع اتشات وشبكت لوس في الاخر الاربع اتشات عباره عن هايبر سنسيتيفيتي وهيمريج وهيماتوما وهير لوس وشبكت مع الهير لوس ايه؟ كالسيوم لوس عارفين يعني ايه حتى بالعربي هشاشه هشاشه العظام دي يعني واحد وهو ماشي على فكره اللي عنده اوستيوبروسيفير اوستيوبروسيفير وهو نازل على السلم رجله تتكسر هو وقع هو نازل بس برضه رجله تنزل على السلم كده ممكن رجله تتكسر طبعا كبير اوستيوبروسيفير ده داعي انك تضحك ده داعي يخلي الدكتور اللي انا هتكلم فيه احد الحاجات اللي بتفرق الدكتور الشاطر من الدكتور اللي بيبقى تعبان زي ما قلت قبل كده والله العظيم الشرطه بعد ما بتخلصوا ما بتعتمدش ابدا مين كان الاول على الدفعه ومين اللي كان واقف الشرطه بعد ما بنخلص بنحسب مين اللي كان فاهم ومين اللي كان عمال يرش الناس عند الدفعه وحاطه وحاطه فرقه اللي جالك وتروح مرتبها على الدفعه وفي الاخر ما بقاش كمان الدفعه الكل مين اللي كان فاهم طيب الدكتور الحته اللي انا هقولها فيها هتوضح رايك الدكتور شاطر اللي شاطر وبيفهم قوي عارف ان الهيبارين من دلوقتي ممكن يعمل قصد اليوبرول هيبقى عينه فوسفراته على العظم بتاع العيان دي يعني هيعمل ايه العيان؟ الدكتور اللي مش شاطر على فكره كل اللي هيبقى عينه عليه هو برضه هيبقى دكتور الدكتور اللي مش شاطر دكتور مش محتاج يعني هيبقى كل اللي عينه عليه لما يشوف البليج الجوي خايف العيان
يحصل له هامرس وعارف ان اليمني ممكن يعمل شيء، انما شاطر بقى هتقع عمال يخبط ده ممكن يحصل له اوتش برونز، اعمل له ايه؟ اكس راي بيريودك اكس راي تشيك على البوم بتاعه كل فتره لساعات بتقلبها في شبه ليه بعمل للعيان اللي على كرونيك سيبك اوبرين بيريودك تشيك اكس راي ليه كل فتره كده اروح اعمل من غير ما يشتكي من حاجه اروح اعمل له اكس راي ليه؟ لان خايف على الاوتش برونز يعني ده بالكوشن ما عندكوش في الكتاب على الوان بريكوشن لكن عندي شويه بريكوشن اللي بعملها لما بدي بريك كده ادي اول بريكوشن اول حاجه اعمل بريودك اكس راي عشان اشوف البروز نيجي للجي، الجي عبارة عن سايت وبيت، كده خلصنا الشات وهنخش في الجي، كده عبارة عن برونكو سايت وبيت، حد يعرف يتوقع حد كان، خد معاك يعرف يتوقع الجي اللي هتبقى مع الدورة دي. البليتلت هتقل ليه؟ البليتلت هتقل في الهيبارين ثيرابي عشان البليتلت لزقت في بعضها. بتقول ايه يا اخويا البليتلت لزقت في بعضها؟ اه الهيبارين ممكن يخلي البليتلت تلزق في بعضها يا دي المصيبه. انتوا عارفين يعني ايه البليتلت تلزق في بعضها؟ هو احنا قبل كده جبنا سيرتها وقلنا واحده من اهم البارادوكسيكال الاربعه الموجودين في الفارما بارادوكسيكال ترومبوزيت مع الليبرين هتيجي دلوقتي هيكتملوا الاربعه بارادوكسيكال الاربعه. طب تعالوا نشوف ايه قصه الترومبوزيتوجونيا دي. قلنا قصه الترومبوزيتوجونيا اللي انا كاتبها كانت ضد الفكره عباره عن ان البليتلت عددها بيقل نتيجه انها لزقت في بعض. والترومبوزيتوجونيا بتاعت الليبرين عباره عن نوعين. نوع اسمه ترانزيانت، الكلام ده مهم قوي والله الموضوع بتاع النهارده وبتاع القصه كان مهم جدا. عباره عن حاجه اسمها النوعين بتوع الترومبوسيتوبينيا، ترانزيانت ترومبوسيتوبينيا والسيريال ترومبوسيتوبينيا. انا لما دي بقى اسمها سيريال تبقى ترانزيانت دي ما باخدش منها. ما هو السيريال دي يعني خطيره. ترانزيانت دي ما باخدش منها، انا دي اللي انا باخدها. تعالوا نشوف يعني ايه قصه الترانزيانت وايه قصه السيريال ترومبوسيتوبينيا. في جلد الحالتين احنا متفقين على مبدا الترومبوسيتوجونيا حصلت ليه؟ عشان البليتلت لزقت في بعضها. تعالوا نشوف الترانزيت ليه الهيبارين في حاله الترانزيت الترومبوسيتوجونيا بيبدا البليتلت في بعضها مش عارف دايركت افكت يعني كده كده دايركت افكت. طيب دايركت افكت ده بيحصل بعد قد ايه من الستارت للهيبارين ثيرابي؟ الكلام ده مهم. بعد من يوم ليومين من 24 ل 48 ساعة تبدأ تحصل ترانزيتوبينيا وحاجة نوت سيلز ولا تحطها في دماغك ولا الهدف وبتحصل تقريبا مع معظم العيال اللي بياخدوا البارين وما بتأثرش أي حاجة. ترانزيت ترومبوسيتوبينيا بتحصل نتيجة دايركت افكت من البارين بعد من يوم ليومين ونوت سيلز. أصل النوت سيلز اللي بياخد أنت مش هتاخد أكشن مش هتعمل أي حاجة. إنما تعالى بقى على السيل ده من اسمها ده من عنوانها سيريال ترومبوسيتوبينيا. ايه قصه الثلاث ترومبوسيتوبينيا؟ مبدئيا دي كانت بتحصل بعد قد ايه؟ من يوم ليومين، بتحصل بعد من اسبوع لاسبوعين. من 7 ل 14 دقيقة. ايه قصه الثلاث ترومبوسيتوبينيا؟ متفقين على مبدا ان كده الحالتين البريتلت لزقت في بعضها، احنا قلنا دايركت افكت، انما في الثلاث ترومبوسيتوبينيا هتوقف البلوك الفوق ده في الكتاب. ان البريتلت لزقت في بعضها نتيجة اميونولوجيك ميكانيزم. حاجه لها علاقه بالاميونولوجي هو مش مفسرها في الكلام انا هفسر قصده لكن احنا لما نيجي نكتبها هنكتبها قصده قصده اميونولوجي ميكانيزم. التفسير اللي هقوله دلوقتي لو اتطلب مني الشفوي هقوله لكن عشان الوقت بتاع الامتحان هكتبها اميونولوجي ميكانيزم عشان تفهموا بقى انتم بتقولوا ايه قصه اميونولوجي ميكانيزم. القصه ان انا عندي البليتلت لو انتم شايفين الثلاث صور الزرقاء دول عباره عن بليتلت
والثلاثة بليتلت اللي قدامكم دول موجود فيهم مادة اسمها بليتلت فاكتور 4. بليتلت فاكتور 4 ده عبارة عن اندوشنتر، حاجة ربنا خالقها موجودة جوه السبستنس، موجودة جوه البليتلت. البليتلت فاكتور 4 بتربطه بالهيبارين علاقة، حاجة منهم ليها علاقة بالكلام اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي بالثرومبوسيتوبينيا، وحاجة منهم مالهاش علاقة بالثرومبوسيتوبينيا. طيب البليتلت فاكتور 4 اللي موجود جوه البليتلت دي، اول علاقه بتربطه بالهيبارين انه بيرخم على الهيبارين. بيرخم على الهيبارين ازاي؟ بيعمل نيترلايزيشن للهيبارين، يعني الهيبارين لما يخش جسمي لو في شويه بليتلت فاكتور 4 طلعوا من جوه البليتلت يقللوا الافكت بتاع الهيبارين. ادي اول علاقه بتربط البليتلت فاكتور 4 بالهيبارين، انه بيعمل نيترلايزيشن للهيبارين. طيب دي اول علاقه. ثاني علاقه واللي تهمني في النقطه دي بقى، ان البليتلت فاكتور 4 شبه الهيبارين، شبه الهيبارين، شبه الهيبارين، او زي ما بيقولوها طعم الهيبارين، له نفس الميونوجينيسيتي بتاعت الهيبارين. يعني ايه؟ يعني لو انا خدت هيبارين وجسمي اتغاظ ان انا خدت هيبارين، راح اطلع انتي بادي الهيبارين. الانتي بادي ده على فكره غشيم قوي، غشيم قوي ازاي؟ ده هو بيروح بالشاخه كده بالتقريب كده، بيروح واخد الهيبارين وان شبه الهيبارين وان له طعم الهيبارين. مين اللي له طعم الهيبارين في الجسم؟ البليتلت فاكتور 4 اللي تابع علاقته. طيب يعني البليتلت فاكتور 4 له طعم الهيبارين وشكل الهيبارين. الانتي بادي اللي ماشيين هيعمل ايه؟ هيروح يمسك في الهيبارين وهيروح يمسك في مين؟ في البليتلت فاكتور 4. تخيلوا بقى الانتي بادي اللي ماشيين ده هيعمل ايه؟ هيروح رايح على البليتلت فاكتور 4 اللي جوه البليتلت دي، يروح ماسك فيه، وبعدين يروح على البليتلت فاكتور 4 اللي هنا يروح ماسك فيه. ده هيكون حواليه بليتلت كتير، ده الانتي بادي واحد ممكن يمسك الاف البليتلت حواليه. انتي بادي واحد. انتي بادي في السنتر وممسك بليتلت حواليه، ده عمل اجريجيشن، ده هو ده البارادوكسيكال ثرومبوسيس بتاع الهيبرين. كده اكتملوا الاربعه بارادوكس. لو هنفتكرهم مع بعض، خلوا الكلام بتاعي على جنب، وتعالوا نفتكر الاربعه بارادوكس اللي هم كام؟ انيشال بارادوكسيكال بريدي اوف اتروبي، وكان البارادوكسيكال انتي دايوريتيك افكت اوف تايزاي، وكان البارادوكسيكال فيكريكولا تاكي اوف كينيدين، وكان البارادوكسيكال ترومبوزس مفيش ولا واحده للجسم. والبارادوكسيكال ترومبوزس بتاع الفريق يبقى عباره عن ايه؟ البارادوكسيكال ترومبوزس بتاع الفريق عباره عن السيريس ترومبوزايتوبيني اللي ليها اميونولوجيك ميكانيزم اللي احنا عرفناه عشان الفريق يبقى في الفرن طعم او شكل. الهيبارين والانتي بادي عشان ما بيتغيرش هيروح يمسك في البليتلتس كلها ويجمعها حواليه يعمل لي بارادوكتيكال ثرومبوز. مفيش دكتور شاطر عايز يقول لي حاجه، مفيش دكتور شاطر عايز كل شويه كده يعمل يعني حاجه انفستيجيشن اللي عنده يطمن عليه. ما نعملش بليتلت كاونت. قلت لكم الدكتور الغشيم كل اللي في الباب خايف للعيان، عايز يعمل كل شويه اكس راي للعيان عشان عارف الهيبارين بيعمل بس الرز، وعايز يعمل كل شويه بليت كاونت للعيان. قال لي ليه؟ عشان خايف من الثرومبوس، خايف لا يحصل للهيبارين يقيل الدنيا ويعمل برد. يعني انا عندي لحد دلوقتي في كورس العيان اللي على كرونيك هيبارين ثيرابي انا ببص في دماغك حاجتين، اعمل له اكس راي واعمل له بليت كاونت. نيجي بعد كده لابوراتوري مونيتورنج اوف ديزيز. يعني ايه لابوراتوري مونيتورنج اوف ديزيز؟ لو انتوا في مستشفى يا رب اشوفوا كده كمان 3 4 سنين وبتدوا عيانين هيبارين، قلنا الدكتور اللي هو الغشيم خالص اللي هو واقع خالص عينه على حاجه، ايه هي الحاجه؟ البليز خايف على العيان بتاعه هتحصل له ايه؟ وهي دي اكتر حاجه على فكره اللي اهم حاجه، دي الموست كوم اللي ممكن تحصل مع عيانين بياكلوا هيبارين. الدكتور ده بيصحى الصبح على غيار الايه؟ يقول للممرضه اللي شغاله معاه صباح الخير طبعا. بعد ما يقول لها صباح الخير يقول لها خدت العينات العيانين اللي احنا بنديهم هيبارين؟ يقول لها لا انت صاحي يا وجعان، انا بروح كوديني. تروح واخد العينات من العيانين تروح على العيانين تقول لهم صباح الخير. وبعد ما تقول لهم صباح الخير تروح واخد داخله واخد العينات بتاعت الوزن. تاخد العينات بتاعت الوزن. هو ليه الدكتور ده خد عينات بتاعت العيانين اللي اندر ثيرابي الاخرين عشان هيبعت الممرضه لقسم التحاليل. يقول لها روح اخد التحاليل ده. اي سي 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 Activated partial thrombocytopenia. Activated partial
ترومبوبلاستين طيب. الممرضة هتاخد عينات البلد بتاعت العيانين اللي بياكلوا الامارين وتروح لقسم التحليل، أول ما تخش قسم التحليل هتروح قايلها لهم وأنا بقول لهم طبعا كده وتروح تجيب لنا العينات دي اعملوا لنا الأكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين. هو إيه الأكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين اللي بيعرفه الديتيلز بتاعته شو التحليل؟ مالناش دعوة اللي انا عايز اعرفه بالاكتيفيتد بارشال كروموبلاستين ده اللي هو التحليل ده انه طيب هيرفلكت الاكشن بتاع الهيلين. ازاي هيرفلكت الاكشن بتاع الهيلين؟ كل ما الطيب ده يزيد معناه ان الهيبارين الاكشن بتاعه يزيد معناه ان العيان ممكن يخش في بيت. وكل ما الطيب يجي لي التحليل بتاع العيان الطيب قليل معناه ان الهيبارين الاكشن بتاعه قليل معناه ان العيان ما بيتعالجش كويس. فخدوا بالكم العيان بيجي بالاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم بتاعه نورمال، النورمال بتاعي عباره عن 30 ثانيه، تمام كده؟ لما اديله يبارين اللي فين يروح؟ انا عايز يحصل ايه في الرقم ده؟ عايز يزيد اصلا بس عايز يزيد بقى مش ما يزيدش قوي، ما دخلش العيان يزيد، انا اصلا عايز يزيد، عايز يزيد لحد كام؟ عايز نبص الجمله اللي ورا دول ما تزيدش. شوت بي كابت وايز نورمال تايم. المفروض بعد ما استلم العيان من اهله وابدا اديله البريد احافظ على الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايب توايس النورمال فاليو يعني اراوند 60 سكند تقريبا دي شوت بي كيبت توايس النورمال فاليو لا تزيد ولا تقل عشان ممكن حد يفهمني غلط حد يشتغل يضحك عليه يقول لك ايه بقى ما هو لو زاد يحصل بليدنج لا يا واد خليك قليل شويه قليل ما تعملش حاجه انا المفروض اخليه ضابط شوت بي كيبت توايس النورمال فاليو لو زادت يعني لما عيانين خمس عيانين عندي الاقي فيهم واحد 58 سنه والاقي فيهم واحد 62 سنه والاقي فيهم واحد 60 ثانيه والاقي فيهم واحد 4 دقايق بص على جاري بص على جاري العيان الفلاني الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم بتاعه 4 دقايق ده الراجل ده غالبا كمان نص ساعه هيخش في البيت ده سبحان الله زي لسه ما دخلش في البيت لحد دلوقتي قال ده هعمل معاه هقلل له الدوز بتاعة الهيبارين التذكرة بتاعتكم في المنتشرات يا رب اشوفكم يا رب التذكرة تعمل كده طبعا رايحين على الراجل بتاع التذاكر اول حاجة تقولها له صباح الخير وقبل ما تقول صباح الخير رايحين التذكرة وتروحوا كاتبين ان الدوز اللي عدد اليونتس اللي احنا بنديها للهيبارين العام ده هنقللها طب لو لقيت الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم بتاع عيان مثلا يعني 37 سنة ده المفروض اروح رايح على الراجل بتاع التذاكر اول حاجه اقولها له بعد ما اقول له تبع الشيء اروح واخد التذكره من الراجل واروح مزود الدروس بتاع التذاكر لان معنى الكلام ده ان الراجل ما بيتعالجش كويس فهمتوا العنوان اللي فوق هو اللابوراتوري مونيتورنج هو انا كده عملت مونيتورنج للافكت بتاعت الهيبارين عشان اضبط الدوز بتاعتي وابعد عن الادفيرس افكت اللي هو اسمه ايه؟ يبقى اللابوراتوري بعد الراجل انا لقيت ده كله اقوله ازاي؟ اقول له ان اللابوراتوري مونيتور بيتعامل بالانفستيجيشن اسمه اكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايب ذات شود بي كيبت كوايت النورمال فاليو لو فتح كود اقول له النورمال فاليو عباره عن 30 ثانية واعرف انتاجي عشان الشفوي ان الحته دي بحتاجها عشان اضبط الدوز بتاعتي قال لي لو كان الراجل زي ما قلت لكم العيال الاولاني اللي كان الاكتيفيتد بارشال ترومبوبلاستين تايم بتاعته 4 دقايق انا قلت سبحان الله الراجل ده ما دخلش في البليز لو طلعت لقيته دخل بس وخلاص اقلل الدواء يبقى انتي دوت يا ريت اتصرف كده يا رب يكون في انتي دوت للفريق غالبا هيبقى فيها ايه كمان مهم جدا الوقت في البروتين ساعتها الراجل ده هديله الانتي دوت اللي بلاش بعد ما الراجل المونيتور مش عارف اخش في الكونتر اندكيشن قبل ما اخش في الكونتر اندكيشن حد صاحي جامد يقول لي فارماكولوجيكال اكشن انا ما بتكلمش في الكونتر اندكيشن فارماكولوجيكال اكشن والميكانيزم اوف اكشن بتاع الهيبارين فايبرنت ديليري الله ده بتكلمش في الواحده دي الميكانيزم بتاعها ثيرابيوتيك يوز بره وجوه جوه عباره عن ايه؟ ارمين وار طيب اما اكس واحده دي كانت عباره كروموسومات شات هايبر سنسيتيفيتي وهي مش مفهومه وايه الرد وبشرح معاك يا رب اللي هي
يعني معنى الكلام ده كان راجل انتراكشن بين الاسبرين والليبين هيبقى عباره عن ايه؟ ان الاثنين بيعملوا دي ولو استخدم الاثنين هيزيد الريسك اوري. طب لما نيجي في الحته الجايه واقول لكم الدراج انتراكشن بين الاسبرين والاور اللي فيها الكالسيوم هيبقوا اثنين هيبقى كاينيتك وداينامك. شوف الكلام ده كاينيتك وداينامك. كاينيتك انه هيزق من عضلات الروتين وديناميك ان الاثنين بيعملوا بيزودوا الريسك. خلونا في ايه تاني؟ اسبرين هيبقى الانتراكشن بتاعها الاثنين مع بعض ممكن يبقى ريسك اوبسيدنج. وطبعا طبعا الاورال انتي كواجلانت الاورال انتي كواجلانت الاثنين انتي كواجلانت مع بعض ممكن يزودوا الريسك. نيجي بعد كده بصوا الحمله اللي بعد كده كانت بلو مولكيولار ويت هبالي ايه ده يبقى اللي احنا خدناه شوف هاي مولكيولار ويت هبالي. بس على فكره احنا ما بنقولوش المصطلح الكومن مش مهاري طب والاورال انت كوين تعمل المصطلح الكومن لما تدي انت الاورال انت هبارين بتزود الهبارين اللي انما ده كسرنا الهيبرين ده وخدنا حته سميناها لو مولكيولار ويت هيرز. بالمناسبه لما يقول لي الهيبرين وبس امتحان يقصد الاثنين؟ لا كلمه هيبرين ده عليها ما بجيبش سيره ده الا لو قال لي كلمه لو مولكيولار ويت. ده كلمه هيبرين يعني ده كلمه هيبرين تعني هاي مولكيولار ويت هيبرين تعني انفراكشنيتد هيبرين. ما بجيبش سيرة ده لو قال لي بقى لو مولكيولار ويت هيبرين. يعني ايه لو مولكيولار ويت هيبرين؟ يعني هيبرين بس مولكيولار ويت بتاعه قليل. يعني ايه يبقى ايه بتفكر الروس بتاعه قليل ان شاء الله؟ في الاخر كده والله هي عباره عن حته من البريد. لو قدرنا البريد مخلص الحته دي اسمها لوم نوكلا روز. يعني احنا اول حاجه عرفت تحت العنوان اللي هو لوم نوكلا روز كده عرفت ان هو عباره عن فراجمنت اوف ان فراكشنيتد حته من الهبل اللي انا شرحته. فراجمنت اوف ان فراكشنيتد هي الحته بتاع لوم نوكلا روز دي اللي بتتكتب كويس. لانها في الكتاب عباره عن شويه برنامجات ما اعرفش اطلع منها. انا عايزها تبقى نقط انا جاوبها تبقى نقط. اول حاجه اقول له فراجمنت اوف انفراكشنيتد حته من انفراكشنيتد. ثاني نقطه الممبرز مين؟ مين هم اللي هم ايه الحته اللي احنا خدناها وديناها لفندي ايه؟ واحد اسمه انوب زبارين انوب زبارين والثاني اسمه دالتي بارين دالتي بارين انوب زبارين ودالتي بارين وللممبرز دالتي بارين. الميكانيزم والنبي اللي ربي يخليك حد يقول لي هو متوقع يسمع ايه في الميكانيزم؟ المفروض واحنا ماشيين عشان انا ما عملتش كلاسيفيكيشن واخليكم انتوا بعد يعملوا لي بتاعي الانتي كارديو ريسبونس. المفروض ان انا قلت على اليابانيين انتي ترومبين 3 ديبندنت مش كده؟ اللي مركز قوي لو حد جابت قوي زمانه عمال يقول يا ارقام هيبقى انتي ترومبين 3 ديبندنت ولا لا؟ قلت على الهيبرين اندايركت ترومبين انهبيتور ده هيبقى التارجت. الكلام ده هينفعني في الكلاسيفيكيشن. تعالوا نشوف الميكانيزم بتاع اللوم نيرف انتي ترومبين 3 ديبندنت انتي كارديو ده معنى الكلام ده ما بين الاتحاد ولا اللي انت شوفين دي ديبندنت انتي كارد لحد دلوقتي ما فيها حاجه برضه نفس القصه اللي هو ملوكلر ويت هيبرين هيفصل في الادرس روبين 3 يعمل لي كومبلكس اسمه ايه؟ اسمه لو ملوكلر ويت هيبرين انت روبين 3 كومبلكس. الكومبلكس ده هيتشطر على اثنين وبس. فاكرين اللي هو الهيبرين اللي هو الهيبرين الكبير بقى الكوكاع بتاع الهيبرين كان متشطر على كتير فكرته الهيبرين ده لكن لما خدت حته صغيره وبقى هيبرين صغير اتشطر على اثنين اللي هم مين؟ الاثنين اللي انا قلتهم في اللي هم فاكتور 2 وفاكتور 10 يبقى اللو مولكيولار ويت هيبرين انت ثرومبين 3 كومبلكس يمنع كل الفاكتورز دي 2 و10 و9 و11 و12 لا ملي على فاكتور 10 وسام صوت كده شويه افكت على فاكتور 2. فاكتور 2 ده اسمه ايه يعني؟ اسمه ثرومبين. قال لك كده اللي هو مولكيولار ويت هيبرين يبقى دايركت ثرومبين هيبرين ولا دايركت؟ يعني انا لو يعني لو مثلا دلوقتي كده صعبتها عليكم وقلت لكم كلاسيكاي ممكن نقسمهم دايركت ثرومبين هيبرين دايركت وممكن نقسمهم بطريقه ثانيه انتي ثرومبين 3 مش مكتوبه صراحه اللي انتوا قلتوه اللي مكتوب صراحه
دايركت تروبين انهبيتور ودايركت تروبين انهبيتور واورال لكن لو في بوش طيات الكلام ممكن يجيبها لي بقى في الامتحان لو قسمتها انتي تروبين 3 ديبند فدي لحد دلوقتي اللي انا خدتها لحد دلوقتي انتي تروبين 3 ديبند بس بس اللوج لوكال ارويت هنا عشان انا خدت حته من الايبرين بقى زي الايبرين فالكمبلكس مع الانتي تروبين 3 يمنع فاكتور 2 وفاكتور 10 مينلي فاكتور 10 الروت كابسولوجين ازاي التاج اللي هم نفس الروت هيبرين التاج كابسولوجين ليه هو الهيبرين التاج ازاي؟ الهيبرين التاج بار انترا الهيبر انترا مصر تعني ايه الجملة دي تعني انترا بينا تمين سامكو دينا في المنازع معظم الأدوية 99% من الأدوية اللي تاخدها ما تجيبش ست كوانيت الكعنوات الهيبرين والجورة الأنتي كوانيت من أهم الأدوية اللي لازم نعرف القوانين انت ما قلتلناش الكلام بتاع الايه هقولها في مقارنه مع الاورا وانا بتكلم في الاورا هقول مقارنه بين الهيبرين والاورا الانتي كوابلنت في الكاينيتك بتاع الايه حد يعرف ازاي ممكن تبقى الكاينيتك صح انا عرفت الروب بتاعك عرفت ان هو بيتاكل انت حتى خد بالك يعني حد يعرف يتوقع حد يعني لو ده يعني يتوقع المقارنه اللي هتحصل بين الكاينيتك بتاع الهيبرين والاورا هقول ده بيتاكل ازاي وانترال نيبر انترال التوجيهات او تنفذينش الاورا اللي هتتاكد الاورا اللي هتتاكد الاورا طبعا ثاني حاجة اقول لك الهيبرين ما بيعديش بلاسنتا الباري كما اقول الاورا هتعدي بلاسنتا الباري لانت الهيبرين هتستخدمه السيف في اوريجي تريجر انما الاورا اللي هتتاكد سمات الباري اللي هو هتتاكد الكارية هنا الروح الروت قلنا هتشيل الثابت الادفانس احنا ليه كسرنا الهيبرين وجبنا اللوج من اكثر الهيبرين فكان هو خلاص عندنا الهيبرين هو تواجع دماغ اكيد في ادفانسجز موجوده في اللوج من اكثر الهيبرين خلتنا طلعنا خلتنا اخترعنا ايه الادفانسجز اللي في اللوج من اكثر الهيبرين اول حاجه ليه ليدنج تنج ما بخافش قوي على العيان اللي بياخدوا دوم لوكال روت ليفر اللي بيحصل له هيبرنج ليه؟ تاني حاجة كل ما الحاجة تزيد يزيد الملوكال روت بتاعها كل ما الهايبر سنسيتيفيتي بتاعتها بتحول وكل ما يقل الملوكال روت بتاعها دي معلومة كان جنرال رول نعرفها ولما يقل الملوكال روت بتاع أي حاجة داخلة جسمي كل ما الهايبر سنسيتيفيتي ريسك بتاعها يقل الراجل ده إيه؟ لو ملوكال روت يعني ليه هايبر سنسيتيفيتي؟ تاني أطفال ثالث ادفانتج هقولها والنبي وانتوا فاهمها لي عشان انا مش فاهمها قوي بيقول ان الجوم نوكلر ويت هيبرين ليس سنترلايز باي بليس فاكتور فور ايدر سيريس احنا عارفين ان الهيبرين قبل كده كان نوع بتنزل بتوب الهيبرين نوع بتنزل بليس فاكتور فور كانوا ايه هم العلاقتين؟ ان هو شكله وطعمه علاقه علاقه ثانيه ومرخم عليه بيعمل له او ليس سنترلايز باي بليس فاكتور فور رابع ادفانتج ليس فريكوينت لونجر من دوريشن الاكشن بتاعه بيبقى لونجر فما بيديهوش كتير يعني تعتبر ادفانتج ليس فريكوينت ادمنستريشن تيجي من الهيبر انتاجونس فاكرين لما قعدنا نبعد من شويه ونقول يا رب يطلع فيه هيبر انتاجونس هو ربنا استجاب دعاء الحمد لله ولقينا اول حاجه اسمها هيبر انتاجونس او هيبر انتاجونس مهمه جدا في الشغل جدا في الشغل ايه الهيبر انتاجونس او الانتي دوت واحد اسمه بروتامين من الحاجات والله العظيم اللي ما ينفعش حاجه بروتامين هيبر انتاجونس او الانتي دوت حرف البي بتاع البروتامين هيفكرني حاجات كتير بحرف البي اول بي اللي هو بروتين البروتامين ده بروتين تاني بي هو بطن يعني ايه بطن السمك النهارده حاسه كتير قوي في الباثولوجي بتاعك وفي الفارما بتاعك خد يعني ايه يعني درايفد فروم فيش يبقى بروتين درايفد فروم فيش البي اللي في اول بروتامين هتطلع منها الكلام ده في اول بروتامين بي هتطلع منها بروتين خد يعني درايفد فروم فيش فيز الرياكشن بتاعه بيز او كلاين يعني بوزيتيف تشارج يعني المولوكيولز بتاعته ككهرباء عليها بوزيتيف تشارج على فكره ده اول بق يتقال لو انا بكتب بروتامين او بقول شبه ده اول بق هقول له اسيس بروتين درايف هركب دي واحط فروم بار من بعضه يعني اقول له دي درايف فروم والشهاده سترونج بيزك رياكشن اند بوزيتيف احط فروم بار واربطه من بعضه طيب ايه الميكانيزم بس لو بكتب في تحريري هروح كاتب له السطرين دول او السطر ده وتحتها على طول ميكانيزم بس
بيشتغل ازاي البروتامين؟ حد يقول الكريم عكس البروتامين، البروتامين بطل وبيت. البيت تاخده الكريم ما تلخبطش، كان ممكن اطلعه، بس البيت خلاك ما تلخبطش. بص بروتامين بطل البيت. نيجاتيف والتر، تخيلوا حاجة بوست وبيزك قبلت حاجة نيجاتيف والتر، تخيلوا منهم كومبلكس وانكتيفيشن، يحصل مثل ولا لا. يبقى الميكانيزم اوف اكشن ان البروتامين بوست وبيزك هيعمل كومبلكس مع النيجاتيف اسيتيك هيمارين، الكومبلكس مع النيجاتيف اسيتيك هيمارين هيبقى ان اكتيف كومبلكس. معنى الكلام ده هتلاقوا ان دي عندكم بكتير، ان اي دواء بوزيتيفلي تشارج مش كده ممكن يقلل الاكشن بتاع الدواء. عندنا اشهر ادويه بقى بوزيتيفلي تشارج، يا ريت نعرفهم، الشطار قوي اللي يعرفوا الحته دي. الناس البوزيتيفلي تشارج اللي ممكن تقلل بقى الافكت بتاع الريت هم عيله من الانتي بايوتيك اسمها الامينو جلايكوزايد. الكلام ده للناس اللي بقى اللي عايزه تشوف زيادات وكده. امينو جلايكوزايد وصام انتي هيستامين. الامينو جلايكوزايد فانتي استمرت ارض وتبن الشارج بروتون. معنى ده البروتامين هو الكم بتاعها. الامينو جلايكوزايد فانتي استمرت بيقللوا الافكت بتاع الهيمالين ازاي؟ عن طريق ان هم بروتون الشارج بروتون والهيمالين نيجاتيف. يوزد اوف بروتامين، احنا خدنا الميكانيزم، خدنا الحكم الاول اللي هو وصلنا مفهوم الجارد، وبعدين خدنا الميكانيزم، بعدين اليوزد هتبقى يوز واحدة اللي هو هيمالين اوفر دوز. لو واحدة عاملة هيمالين اوفر دوز هتديله بروتامين. الفيرد افكت حاجة عبارة عن بروتين وجاية من السمك، والسمك ده ابو الهايبر سنسيتيف. بروتين جاي من السمك، يبقى الفيرد افكت بتاعته عبارة عن كلمتين، هايبر سنسيتيف وهيفلكت شوك او هيفلكت كارد. من الفيرد افكت يعني بروتامين. خلصوا كده بصوا على العنوان اللي تحت وقولوا لي فهمت ايه؟ اللي هيفهم العنوان ده يبقى فهم اللي ما فهمش العنوان ده بص عنده ايه؟ انتي تونفيل تري اندبندنت انتي كوارتي. اصل كل اللي جالكم عرفت ان ممكن يجيب السؤال ده ده العنوان اللي بتكلم على ده بعد ما بيخلص البروتامين هتعمل العنوان ده. انتي تونفيل اصل اللي فات دول انتي تونفيل تري اندبندنت يعني هنحتاج الكلام ده في الاسماكيشن فاكره اسمه كده. طيب انت تروبين تري اندبندنت انت كارد، وادام اندبندنت ودايركت ترومبين يخش كده مع نفسهم اللي هم عارفين ده ترومبين عامل لهم عشان لو تاخدهم دايركت. الحته دي في الكتاب حوالي صفحه على بعضها كده انا اعرف الناس اللي هي الانتي تروبين تري اندبندنت. وفي حاجات يعني اللابوراتري مونيتورنج مثلا بتاع الهيبارين انا قلت لكم اكتيفيت البشر ترومبوبلاستين تايم هتلاقوا في الكتاب نقطتين تحت كده مفيش دعوه. الحاجات اللي انا بقولها هي اللي احنا ذاكرينها، الحاجات اللي انا ما بقولهاش يعني ممكن تلاقوا نقطه ما تشوفوش الكتب ما قلتهاش خلاص اكتبوا عليها، لقيتوا نقطه ما تبدلش الفكره وده خلاص اكتبوا عليها. الحاجات اللي انا بقولها ما بتعملش كده لان النقط دي مش مهمه وما ينفعش تاخد وقت وانتوا بتتكلموا عشان هو اللي انا بشرحها لكم، فانتوا مش هتفهموها النهارده كويس. ما نسيبها خالص والله العظيم ما بيبقى ليها اي لازمه. المهم انت سوبين تري بنت اللي هم ناس ما بتعتمدش على سوبين تري يعني سوبين نيرفر. نعرف الاسامي اولا، واحد اسمه هيريو دين، هيريو دين، والثاني اسمه هيريو جين. مين دول؟ الريجين الريجين هرجا تروبان، هرجا تروبان هيريودين وهيريوجين وارجا تروبان وانكر بي انكر. عندي ارجا تروبان هندس روبين تري هيريودين وهيريوجين وارجا تروبان وانكر. الهيريودين جاي منين؟ جاي بالدي ان ايه تكنولوجي. الهيريودين والهيريوجين جاي من الهيريوجين. يعني الاول الهيريوجين دي ان ايه تكنولوجي، الهيريوجين درايفد فروم هيريوجين. الارجا تروبان ده سنسيتك، سنسيتك ازاي؟ يعني بخش المعمل واجيب شويه حاجات احطها على شويه حاجات تطلع لي حاجات الارجا تروبان. الانكرود ده مستخرج من السنيك فينو، عشان كده من اشهر التكنيك بتاع الهيك حاجات بتعمل 3 دي نتيجه وجود الماتش في الارض. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه عباره عن ايه؟
دايركت بروتين انهبيتور، بس هنزود في الانكروت كلمه على الميكانيزم اللي هو دايركت. هتقول ان الانكر ده بيحول الفايبرينوجين، نعم يا اخويا بيحول الفايبرينوجين، وبرضه بيحول الفايبرينوجين دي يعني كده بيعمل ايه؟ ده كده هيعمل ترومبوز، واحنا فاكرين دي اللي بيحول الفايبرينوجين لفايبرين يعمل ترومبوز، تعرفوا هيحوله برضه لفايبرين، ايه ده بقى ده كده بيعمل ترومبوز؟ لا ما بيعملش ترومبوز، ما بيحولوش لفايبرين اللي هو الفايبرين العادي الجامد اللي بيعمل الترومبوز الجامد ده، ده بيحولوا حاجه بنسميها انستيبل فورم اوف فايبرين ضعيف، بيحولوا الفايبرين ضعيف ايزلي كليرد بروستيت بريزنت، سهل قوي يتبدل بالبلازما، وهو الميكانيزم ده كده، فكرت يبقى انتي فايبرين، خد اللي بيحصل كتالي في الكواجولين، انا بحول الفايبرينجن لين فايبرين، كده انا اشتغلت كواجولنت جامد، حولت الفايبرينجن لفايبرين، الفايبرين دي حاجه بتسبب الترومبر، تمام؟ طيب لو انا عندي 100 مولكيول من الفايبرينوجين جبت انا منهم 75 راح يتحولهم لان ستيبل فورم اوف فايبرين اي جاز هيبقى لي 25 بس هم اللي ممكن يتحولوا للفايبرين جاز يعني انا استهلكت من الفايبرينوجين ضيعته على الفاضي بحيث خليت كميه الفايبرين اللي هتطلع في الاخر هتبقى قليله اللي بيعمله الاكل يحول الفايبرينوجين لان ستيبل فورم فقط هذا الشيء الفورم فقط ده كده في ورش الاكشن ده انت فاهم ولا الفورم على الفورم ده حتى اللي جايه برضه مهمه جدا.